أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان بنوك النيو الطريق لتعزيز الشمول المالي وأهميتها في تعزيز الشمول المالي. أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع بنوك النيو حول العالم بمعدل نمو وصل إلى 43% على المستوى الإجمالي، وارتفعت أعداد المستخدمين إلى 257.7 مليون مستخدم في العام الماضي، وتوقعت بالزيادة إلى 386.3 مليون مستخدم في 2028. بحثت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي للعلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على هامش اجتماعات بنك التنمية الجديد والتابع لتجمع بريكس. أشارت المشاط إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك. اتفق الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حسام هيبة مع نائب وزير التجارة والصناعة الهندية أمرديب سينغ على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومنصة ستارت أب أنديا في الهند لتبادل التجارب والخبرات. أكد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تمتلك نظاما داعما لنمو الشركات الناشئة، ما أهلها لتكون أكبر مستقبل الاستثمارات والشركات الاستثمارية في الشركات الناشئة. يتضمن برنامج الحكومة إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة ودخول مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تتراوح من 3 إلى 4 جيجاوات. تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة قدرها 34 مليار دولار لمجال الطاقة المتجددة حتى عام 2026-2027. 28 جيجاوات من الطاقة المتجددة هي الهدف الجديد الذي تضعه الحكومة نصب أعينها ليكون إضافة إلى مزيج الطاقة خلال السنوات الخمس حتى السنوات السبع المقبلة. وعلى الأجل القصير تسعى الحكومة لإدخال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تتراوح من 3 إلى 4 جيجاوات حيز التشغيل والبدء في تغذية الشبكة القومية بحلول الصيف المقبل لسد فجوة إمدادات الطاقة. وفي إطار الاستعداد لتحقيق هذا الهدف، خصصت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قطع أراض بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 42,600 كيلو متر مربع للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة. تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة قدرها 34 مليار دولار لمجال الطاقة المتجددة حتى عام 2026-2027، حيث تسعى لزيادة استثماراتها الخضراء إلى 75% من إجمالي إنفاقها الاستثماري بحلول عام 2030، إلى جانب مساهمة الاقتصاد الأخضر بما لا يقل عن 5% في الناتج المحلي الإجمالي. وتقدم الحكومة إجراءات محفزة، منها منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وكذلك تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 متر في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. كما تخطط الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة P2P من قطاع خاص إلى قطاع خاص، ومنح قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التحول إلى الطاقة النظيفة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل على تسهيل التحول إلى الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة، وتقديم حوافز خاصة للشركات التي تتطلع إلى إقامة أنشطة صديقة للبيئة أو توسيعها. كما ستطلق وزارة الاستثمار مبادرات لتغطية أسطح المصانع في المناطق الحرة بالخلايا الشمسية بوصفها وسيلة لجذب الاستثمارات الموجهة نحو التصدير.
انطلقت النسخة 11 من موازنة المواطن، حيث تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، والتخصيص نحو 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية. وتضمنت النسخة الثانية أيضا تخصيص وتجهيز 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما قيمته 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.116 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجكس 30 بنحو 42% ليبلغ مستوى 30900 ونقطتان. زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بما نسبته 92% ليصل الى مستوى 7141 نقطة. وشملت ارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 95% ليبلغ مستوى 10244 نقطة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. شهد أكبر اقتصادين في أوروبا تباطؤ في معدل التضخم، حيث سجلت ألمانيا معدل تضخم سنوي قدره 2% في أغسطس الماضي، منخفضا من 2.6 في يوليو. كما بلغت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.2 في أغسطس الماضي، منخفضة من 2.7 في يوليو.